البوه لالي الباتول مريضة كالله فيها، وبحال سامحين فيها الولاد سامحين فيها، ما كانش ما يجيوش عندي. هذه عام، هذه عام لما يدخلوا عليا لا ولادي لا رئيساتي لا والو. اللي يبغاش تعود الخير يدير فيا الخير. يا انا اللي كنت حتى وحده ما تلحق عليا، راني نضل من تدف مرح ونبكي، عندي اللي يجي عندي ولا اللي يدور فيا. كنت نخدم الجلابه بيحب 70,000 80,000، كنت ما ندور لا في ولدي ولا في بنتي. منين يجي عندي اللي جا عندي ياكل ويشرب ويمشي يروح، ما كنت نطلب فيهم يعطيوني، ما كنت نطلب فيهم يعاونوني، ما كنت خدمت الزربيان بيحب 50,000. اليوم طاحت صحتي قرمت بالرجلين وراني زادوا لي العينين ومراني في حالة. الولد اللي كان يحن فيا راه مريض من فكرو عمرو ما الغالي. يا ما الغالي يا مهمتي يا مهمتي، اليوم مشالي ولدي وخلاني. بس اللي ينفعني اليوم اللي يبغى ربي يستر يعاوني في سبيل الله على وجه الله ماشي على وجه يعني مول الفيرما. العيد يشريني مول الفيرما، داير فيا واحد المزيه اللي هي ما كايناش. وعندي واحد الجاره، عندي واحد الجاره الله يزيد لها حتى رمضان الكانون، الا ما جابتليش ما ناكل ما ناكلش، الا ما غسلتليش ما نغسلش، الا ما صبنتليش ما نصبنش. راني مسخه حالتي كي دايره، وما قداش ومريضه، ولدك اللي بغى ربي يعاوني في سبيل الله. وداري ما نبيعهاش، داري طالبين في قبلي نبيع الدار. الولاد راهم يقول لك بيع الدار وروحي عندنا، وانا ما باغي نمشي حتى عند واحد. انا كنت في دنيا دنيتين، ولدك ما نولي حتى عند وحده تحكم فيا، راني عند راسي راني في ديك الدويره حتى يدفنوني. واللي بغاها يديها محمد السادس يعاوني في سبيل الله، يشريوا لي دواء ويوكلوني ويشربوني حتى يقبض بي الروح.